المحاضرة اللي راحت اليوم لها ليش؟ لأنه يعني صراحة دخلت فيها ديب وحطيت كل الجديد. إذن هذا النوستي على تويتر المفروض أني avoid using for patient with heart failure or kidney disease. لأنه هذا عملية regulation بلد وجه كل حسبية ستيرويدز. واضح؟ زين. خلي مباشرة انتقل على هذا الدايجرام حتى تجي الامور ببساطة. شوفوا طلاب وضع طبيعي جدا. طبعا شو ركزوا وياي، خليني ارسم الموضوع حتى تكون اسهل. شوف عيني، هسه انا عندي هذا الهارت، اوكي؟ هذا شنو هو؟ زين. صار عندي شنو؟ ديكريز ان ذا بلاد بريشر. ما يتحفز يا ستارات ما حيوه ولا اسمه صح مو رجع لي شنو وين على الهارت وين على فيزي كونستركشن وثالث مره راح اكيدني زين دبني على اليمين اجيك ستارت من المال سيلز فرز لي من وين واحد الجيوتنسين واحد منهم هو الدستيرون وضع طبيعي مو بعد هي فيرز بس انا بعد نيوتن من السيستم فيرز ميديكال ريسبونس بوست جلاند بس انا وين ارتبط تيجي ناشو وين بتجيبس في المير سيلز هم يسوي انديوسينج فور ريليزنج اوف وات اوف اني زين الوضع الطبيعي هسه شو يسوي هذا؟ رفع لي ضغط وجهه صحيح؟ واحد ثاني غيره يشتغل شغل معاكس يعني سوى هذا نهاية تسوى فعلي منه هذا بجر واحد ثاني عكسه شو يشتغل اللي هو ينفرز من السيكلوك تو دي اس 1 ركز على هذا طلع لي منه هو البوست جلاندين شو يسوى هذا؟ خلينا نسميه هيجي فيزو دايليشن ويسوي يزيد اكسكريشن اوف ذا صوديوم عكسه يعني انا هذا ريفلكس وفي يسوي سو بيسك كونستركشن بس واحد داخل البوست جلاندين ريليتد فور سيلف جي اس 1 شو راح يسوي؟ يسوي بيسك دايليشن واضح؟ زين اذا انا جيت نون استيرويدال في المدرسه نون استيرويدال في المدرسه شو راح يسدني؟ تضرب لي منه هذا ومنه هذا والثاني اللي هو اكيد هذا سيلف جي اس 2 باي ذا واي هذا سيلف جي اس 2 اذا سوي انهبيشن لل 1 ولل 2 زين اذا سوي انهبيشن لل 1 شو راح يطلع عندي؟ حيطلع عندي الفيزو دايليشن حيصير فيزو كونستركشن ويكسر الصوديوم اكسكريشن يعني شو راح يصير؟ حيرتفع منه وين؟ ضغط رجع اكسلنت زين بس نفس الوقت واحد يسد التو هسه هم واحد يسال سؤال يقول اوكي ما التو لازم هنا راح يقل منه ويقل هنا راح تقل مو؟ لا احنا بنقل التو هنا بسدينا هذا شو راح يقل؟ يقل بوست جلاندي صحيح؟ حتى شو راح يصير؟ حيقل هنا قد يجي تنسيق على دوستيوان شو راح يصير؟ حيزداد شنو؟ دايرسيس حيزداد يورين اكسبولشن واحد بس هنا هذا الشغل ما تستمك لي على السيستم كله هم يصير ريفلكس ثاني ويرجع مره ثانيه بس الافكت مال بيتا هنا تكون مور سترونج ثان بوست جلاندي فيرجع شو يسوي؟ زي يورينين اذا حصل هاي الفيجن او ذا وار او ذا غضب هجر معقده مو؟ جدا نرجع نرسمها بطريقة ثانية تكون شوية اسهل. شلون؟ شوفوا طلاب انا عندي تو كونديشن، واحدة بحالة الهاي صوديوم انتيك، واحدة بحالة اللو هيلث، لو صوديوم انتيك. بالهاي صوديوم انتيك حفزني من هو؟ سيلف جي اس 1. باللو صوديوم سيلف جي اس من هو؟ 2. سيلف جي اس 1 متحفز بهاي صوديوم انتيك يعني شنو؟ يعني يسقط وجها مو صحيح؟ سوى فيزو دايليشن والسحة بعد شنو؟ زي الطرح منه الصوديوم هذا منو؟ سجاز وان بس انتو شو اشتغل؟ حاطس لو صوديوم انتي يعني قد يطلب رجاء مو صحيح؟ يشتغل منه سب جي اس 2 في سبيل بسيط عندي وين يروح؟ اجيب صوديوم ميلا وزيد رنين ريليزنج واضح لو لا؟ بتكون شوية عملية معقدة نرجع حاطس هاي صوديوم انتيك
بنيجي تغزي بزاف مية زمان كيف الوزن ثاني شو يسوي؟ فيزيلاريشن ويزيد الصوديوم اكسكريشن حتى يرجع وضعية طبيعية زين وضع طبيعي دي يشتغلون دي يشتغلون مينتنس زين حتى لو صوديوم انتيك بنيجي تغزي تشتغلي تو وين عندي صوديوم سيلز يفوز منه اورينين اوكي زين انا عندي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز سيتي هذا وهذا بوستجناتين هي أبوسات جينس 1 بوستجناتين أبوسات جينس 2 إذا هذا سديته سويت آني في the construction قلت منه صوديوم اكسكريشن دفع منه عندي خلاص إذا هذا فعل ما نوع استيرويدا على منه على 1 مو على 2 زي إذا شغل على 2 كم حينفع الضغط وين حيرفع إذا أجي هنا سديت هذا 2 راح يصير راح يقل منه فالهرمين مو صحيح راح يقل الاستيرويدا أقل الجيوتونسين بس هذا الفكرة سيستميكلي في يوم الجسم هذا تقول رجع الرفلكس ثاني عدت يستقل الريلا بس وين عدت يتوان يرد في الليبال مال غني مال ثاني ويرفع يبقى باشر يا مجرم وين شنت تبترك من القيسي شعلي أنا يلا مشي يلا قوت إذا سديت عن الوان أو التو بالحالتين حتفع يبقى باشر الوضعيتين حتفع يبقى باشر وضحت لو لا ارجع صوديوم انتيك اذا ازداد من يشتغل لي الوان شو يسوي دايليشن فيزيلاريشن ويزيد الصوديوم اكسكريشن قلل لي بلد فوليوم مو صحيح زين اذا سديته منع البروستاجلاندين صار عندي فيزيل كونستركشن وقلل الصوديوم اكسكريشن رفع لي منه رفع الضغط خلص انتهت زين اذا نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج الى شو عسل جيوس يسوي ترفع لي الضغط صحيح؟ زين إذا عدتو راح يسوي من ستة صار إيش قال عندي؟ الرنين قال الرنين والدستيران كلها خلال بس هاي من قلقها استميكلي وين يروح الإفكت؟ أسن بادتك يرجع رفلكس رفلكس شو يكون؟ أقوى من البوستجلاندين إفكت فيرجع رنين نورمال ليفر بس هو في بداية سوي قلل لي رنين وقلل لي الدستيران فبالتالي ازداد بيون إكسبالشن ومعناتها فتسمع هيك مثلا مرات بقول لك ما الوالدارين زي اليورين اكسبلجن او دائره كيفت اليه ليش من هو عمل من هو هذا الاكل الاول مو بعدين الرفلكس اللي هو بالنهايه حصل نهايه ارتفاع البلد مباشر انا وين اريد اوصل؟ اريد اوصل نقطه انه شنو عندي؟ effect of no steroid anti inflammatory drug elevation of what؟ بلد مباشر يلا تعالي زياده والله ما فهمت حتى ما دخلت زين خلينا نشوف هذا بالنسبة للكيفين اذا هسه المحصله شنو هو الايفكت اوف نو ستيرويد زين خلينا نرجع مره ثانيه ما انطي اول ناس اللي يعدوا شنو اول واحد اوصل اثنين ناس عندهم هايبرتنشن والكارديو فاسكولار زين الكارديو فاسكولار افكت ما تكون دايفيرج اول شيء عبد الرجال شوف خلاه مستوى كلش او خلاه مرتفع ناس هو يرفع عبد الرجال والناس اللي عندهم مشكله بالبلاد الرجال عندهم هايبرتنشن والكارديو فاسكولار انا على ذول اخاف بس بالوضع الطبيعي ناس طبيعيين مو ذاك الارتفاع العالي يكون مخيف عندي لانه اكو بلاد ترجع موضوع الوضع الطبيعي واضح انا خاف إذا أردت أن أرجع بالناس عندهم heart disease حيث عندهم load على الهارت هاي ما أريد أوصل لها واضحين؟ زين النقطة الثانية هو عنده effect على الهارت directly no steroidal بس مو كلها شلون؟ زاك جي اس 1 قلنا يأثر على منه الثرومبوكسين في سو prolong of bleeding time مو صحيح؟ زين زاك جي اس 2 شو يسوي؟ يسوي زاك جي اس 4 بس في بوستجلاند تشوف الناس عم بيأثروا مع بوستجلاند حتى ما يدخل سنسي اوف سبيسيفيك بوستجلاندين هاي شنو هاي؟ هاي عباره عن درع واقي للكارديوسايت فروم اوكسيديتيف انجري سبيسيفيك وي هاف بولي بوانت وي اوكسيديتيف انجري سبيسيفيك راديكلز اذا قدر اسوي دامج للتشو ممكن اندوجينس ممكن اكسوجينس اكو عندي مواد اندوجينس موجوده سنسيس ما يسوي يحمي لي الهارت هاي فروم ذيس راديكلز يحمي لي اياها فإذا أنا قللت عدد هاي المواد اللي تحمي الهارت ممكن الهارت يكون شنو exposed to the injury واضح؟ بس هذا وين شو كيت؟ من الثبوس لابجينس 2
مو الوان. إذن إذا كان دراج more effect against two ممكن الهارت exposed to the injury may expose to the myocardial infarction. واضح؟ هذا بالنسبة للإفكت مالته وين on the heart. إذا نرجع أول شيء وين؟ ألصق. ألصق. 2 هايبرتنشن. 3 على الهارت دايركتلي. دايركتلي على الهارت. إفكت مالته. زين. بعد شنو عندي؟ أذر سايد إفكت. طلاب يا تذكرون؟ جينا مع معك المسيح. هذا صبور بالعونة. شوف عيني. تذكرون شلون صنعنا البوكس؟ صنعنا البوكس جلاندين. نمكنا بالسيال ممبرين. موبيل فوسفوليبيد مو صح؟ يقول عنده لايبوكسينيز A2 يحول لي لايبوكسينيز A2 حول يا إيمان أراشيدونيك أسيد. أراشيدونيك أسيد تحول وين؟ الصار صار بوستجلاندين باي وار بوستنا سايبوجينيز يا مال 1 يا مال 2 هو الباثوي اللي احنا كل شيء مركزين عليه طول الفترة بس اكو باثوي ثاني اكو شيء؟ باثوي ثاني under the influence of lipoxygenase enzyme هذا شيء هذا شو يسوي؟ شو يقول لي؟ يكون لي ليكوترينز. ليكوترينز هذا شو يسوي؟ شو يسوي ليكوترينز؟ يسوي جروب كونستركشن. زين اذا انا سديت هذا الباثوي كله سديته by prevent of cytogenase اكشن فبالتالي يقل بوسيجلاندين شو راح يصير بالشيفت بالباثوي؟ راح يصير بالشيفتنج حول حول الثاني يعني زيد منه زيد سنس اوف ليكوترينز راح يزيد مو كونستركشن هاي الحاله اذا انا افويد يوزنج سنسي اوف بين فور اسماتيك اسوي اكسلنت نرجع اول شيء من هم تو 3 4 اسماتيك بيشنت اوكي جدا جدا مهمه وايد يستخدمون نويسترون في الدراج از بين كلام زين دراج انتراكشن هاي كلش مهم النويسترون جنرالي هاف هاي ابيلتي تو بايند وذ البلازما بروتين ات ذا سيم سايت وير سبيسيفيك ميديكيشن اباوت مثل ايش وقفر الفانيتون او فالبوركس اللي هي انتي بلوت الوقفر الى جيل اسبرين او اي نويسترون مرتبط ويا بلازموتين سواء الديسبليسمنت مو صحيح؟ بعد كونستريشن مالته اوكي اذا هذا واحد فروم موست امبورتنت دراج انتراكشن اوف نويستيرويد مع الاسبرين وذ اذر دراجز زين بعد نقطه ثانيه يتنافس ويا من وين البروفيسايد؟ اللي حضروا المحاضره راحت بس يعرفوها فقط حضروا صفر في الفرق المحاضره راحت ايش قلنا على البروفيسايد؟ الاسبرين ينتج إن باللو دوز بالميديان وبالهاي باللو شو يسوي؟ شو يسوي؟ شو يسوي الجاوت؟ تقول ولا تقول من رسمتلكم أنا تسعين وعشرة قلتلكم اكتبوا هذا تين ناين خمسين وخمسين تين 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 ناين تين بعدين فيفتي فيفتي بعدين بالعشرة بالاعتصام تقول ولا من الفري والميتابولات تقول ما صار فعلت وين جاوت وين يوم كسب أول حالة سوالي أخي حالة بالتركيز العالي كلش يزيد إكسبريشن مال يوم كسب بالبداية أو بالدوز الوسط ما له علاقة وضع طبيعي بالنسبة اليوم بس بالتركيز الواضح راح يسوي هذاك يزيد هذا يقلل اليوم كسب إكسبريشن هنا لو وين بروبن سايد شو يسوي؟ وين بروبن سنايد؟ بروبن سايد سوري يقلل ري ابزوربشن مالته يتنافس وياه يعني صار مني فون عندي اوكي عندي ري ابزوربشن هنا من يجي الاسبرين النوت ميتابولايت بعدين شو يسوي؟ يتنافس وياه وين بروبن سايد؟ بس هذا اسبرين هذا بروبن سايد يجي ينقص بدامه بدال بروبن سايد شو يسوي بروبن سايد؟ اكسبريت اوت سايد ذا بودي فيقل الافشنسي مالته يصير تنافس بيناتهم على ري ابزوربشن فيزيد طرح مال منو مال بروبن سايد وبسال هو شنو اصلا؟ هو انتي جاوت هو يمنع اليوريك اسيد فورم ري ابزوربشن جديد اليوريشن المده مالتها الري ابزوربشن حلو هسه يجي على من يجي على تريتمنت اوف جاوت حيجي على اوبرسايد هو شنو شلون يشتغل اذا التراكشن مالته صار ويا من التراكشن ويا فور بايندنج اون البومين و اوسو وذ ذا بومسايد
by prevent reabsorption فيزيد excretion مالته outside the body ويقلل efficiency of case of open cell. بالنسبة للتوكسيسيتي طبعا اكو عندنا مايل ساليسيليزم توكسيتي مال اسمه انا شو اسمه and we have severe ساليسيليزم المايل ساليسيليزم nausea vomiting mental respiratory sorry hyperventilation headache confusion dizziness and tinnitus لوجه تنتصر زين هذا شنو المايل اكو سيفير ساليسيليزم هذا وين حيوصل مرحلة؟ شوف restlessness delirium شو delirium؟ تكون فكرة؟ الوهم متوهم delirium hallucination convulsion coma respiratory and metabolic acidosis die from respiratory acidosis اوكي؟ زين نقطة كلش مهمة بالتشوف طبعاً غمض عن شغل التوكسيتي هذا أنا ما أستخدم الأسبرين for children specifically with the viral infection specifically with the chicken pox virus ليش ما أستخدمه للتوكسيتي؟ شو المشكلة؟ زين طبعاً هو يسوي في الحالة هو يسمونه by eye syndromes هو basically hepatitis, encephalitis, other different dysfunction organ occurring caused by death on all the children. إذا هذا المفروض أتفادى. باختصار بسيط. هو شو يسوي الأسبرين؟ يسحب لي لا منافق. شو يسوي؟ يسحب لي كل الجلوكوز الموجود وين بالليبر. واضح؟ إيش تبقى ما تكون تغير بعد ما عاش الجلوكوز تحول وين من أيروبيك لأن أيروبيك. توصل مرحلة اسمها ديستريكشن تكسر. تكسر ما تكون تغير. This is hepatic dysfunction. I have spoken about this with hepatitis. And also cause encephalitis. Okay? Then, I have the pregnancy. Pregnancy, the category of matter was C. X. You think about the category of matter was C? A, B, C, D, X. What is it? As a safety. Yeah. 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 في تاخذ بداخل كده السي ما عندنا دراسات لا هيومن ولا انيمال موجوده زين الدي توكسيك بالهيومن ولا انيمال الاكس نتيجه تكسين تيراتوجينيك خلاص طبعا هذا المومنت بتاعته هذا التصنيف مال بالنسبه للكاتيجوري اوف ذا بريجنسي فالكاتيجوري مال البريجنسي بالنسبه للاسبرين هو السي بشوف وين اللي مالته واضحني؟ زين بعد هذا وين في الفيرست والسكند تايم ستار احنا عندنا شغل ثري تايم ستار اوكي بالفيرست والسكند كاتيجوري مال سي بس بالثيرد اكو مشكله ثانيه بريماتشو كلوزر اوف بيتن دكتس ارتريوسس ان نيويت ستيج انا ما عندي ريسبيراتور وسيركوليتر سيستم ما عندي دوره دمويه صخره وكبر الاكسجين والاكسجين مخبوط سوى ما حد مفصل عن الثاني هو ما عنده خبر هو ما بداخل هو بداخل المدى هو يصير عنده اسبيريشن صح ولا لا هو مين داخل ياخذ الاكسجين ياخذ امبوزايت اوف فور صحيح فبالتالي ايش عندي؟ اكو عندي ربط ما بين التو سيستمز هسه مو هذا الهارت اوكي هذا الاوامتر هذا الفلتر ارتري اكو بيات فتحه بيتن دكتس ارتريوسس اني في سوى الاسبرين بالثريد هامستر سوي كلوزر يسد واذا سوى كلوزر حيسوي مشكله لان هذا يعتبر نورمال سيركوليشن بالنسبه للفيتس عشان تعطيه الدكتور انا يقول يسد حي الاسبرين المفروض ما تنسى ان هي مفتوحه اصلا واضح؟ وهي واحده من المشاكل بالنسبه للمانجيوتال ديفكت يصير عند الشوف البيبي يسوي زين هذا بالنسبه للبنازيد
تتحول مباشرة على إدراك ثاني اللي هو السيليكوكسايد. كل هاي دون استيوال مشينا عليها قبلها كانت تشوف على منه يا ساكب جينيس بعد وانا وانتو هذا يشو علي من بس فيك حدو ليش سيليكتف يلا ماشي هسه شوي لا بس اكمل ريفرسبل اللي هناك جاء عندنا فقط الاسبرين هو ريفرسبل فقط الاسبرين كان ريفرسبل اذا كان بولونج ديوريشن اوف اكشن حتى تكوفيت يعتبرون خير ان شاء الله يلا يلا زين اذا هو سيلكتيف اند ريفرسبل انهبيشن اوف سايد جي اس 2 ولا ضبطنا ساب جي اس 2 احنا شو اتوقع عند السيركشن اللي هاي مال ماكرني ماكر جيكس اس اس بس على البدايات اول شيء انفورميشن اكسلنت الكترونيك ديزيز اند انفورميشن اللي هو بس ريليتد تو ساب جي اس 2 يعني يعتمد على البروستاجلاندين اللي طلع لي من منه من الاكتيفيشن مال ساب جي اس 2 واضح بس ساب جي اس 1 لا والله كان عنده غير فانكشن عدة الليجيشن وعلي من الألصار البرودكشن أوف أسيد عن بوليس أوف الميوكوس زيادة ثرابيوتيك يوز أوف سيليكوكسا بما أنه هو ركز لي على سب جي اس 2 وعلى الانفلميشن والكرونيك ديزيز إذا هو يوز فور روماتويد أرثرايتس بتشين على روماتويد أرثرايتس لا أجوانتوز هو روماتويد فيفا روماتويد أرثرايتس اللي قلنا الجوينت أكو بي المفروض يكون هذا نورمال اندوجينوس cells مفروض يكون new cells not react toward this normal cells اللي هو sorry endogenous cell يسميه modification specific receptors فبالتالي يعتبر as foreign بالتالي يسوي له I have many immune cells يسوي destruction with joint rheumatoid fever and also osteoarthritis and acute mild to moderate pain زين طبعا the same efficacy of nonsteroidal for treatment of pain وقلنا البين سنسيشن شلون يكون او بيرسبشن طبعا اوريدي اوريدي ابزرف افتر اول ادمنستريشن سيليكوكسايد ميتابولايز باي ذا سايتوكروم سيستم 2C9 فاذا اي ضرب اجى يسوون انهبيشن هذا الانزايم يصير ضرب انتراكشن التي ار مالته 11 اورز فبالتالي يمكن تيكن 1 اور توايس داي دوز مانت must be avoided in severe hepatic or renal disease زين الفيرس افكت مالته بما انه هو ركز لي على سب جي اس 2 وما له علاقه بسب جي اس 1 اتوقع انه ياثر على الاصر او الاصر بيشنت ايش بالاصر؟ لا ما له علاقه ياثر على البيت لا ما له علاقه وين شغله؟ بس اكتب ركز لي على الانفورميشن بس اذا اخذت وياه اسبرين حصل مشكله لا حيزداد الاصر حيزداد اسسيشن زين بعد ايش عندي بيه؟ المشكله الثانيه العظم قبل شوي حكينا عن الكارديوفاسكولار افكت كادفيرس افكت سوري وقلنا سب جي اس 2 اسينشال فور سينسي اوف بروستاجلاندين بروتكت كارديوسايد فروم اوكسيديف انجري فاذا انا ضبطت سب جي اس 2 راح يزداد الكارديو توكسيسيتي فهذا بي موست ادفيرس افكت مالته شنو هو؟ كارديو توكسيسيتي اوكي جدا مهم هي كل النوستر هذول اللي هي انا وكل شيء بعد 2 بس هذا سبيسيفيك علي من؟ بس فيك عدتو واضح فعلا هذا يعتبر most adverse effect also allergic to the must not take into the patient have allergic to the sulfonamide إذن أنا أتوقع البيشنت اللي يأخذ سيليكوكسايد بس عند ستيفي جونسون ستيفي جونسون شخص هذا طلعت بويا صار عنده مثل بيرو اللي عنده allergic to sulfonamide ليش؟ هذا المفروض يدرك ما ياخذه ما يعطي البيشنت اللي عنده اليرجي للسلفانامايد اليرجي سلفانامايد سواء يستوي جوز سنتين موضوع بس فد كونديشن كل دراج وكل الف سبيسيفيك سبيسيفيك بيشنت انه اليرجي لهذا الدراج فالناس اللي هو عندهم اليرجي للسلفانامايد مو سوى ستيفن سوى لي اليرجي اذا انا اعطيته سيليكوكسايد هم يصير عنده اليرجي بس مو ستيفن جوز يعني هذا الفيرس فيك ما يدرك زين اسلم هنا فين؟ منو هذا؟ منو هذا؟
مطمئن بيه؟ بس واحد لازم هو الفرد مين هذا؟ لا 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 سو يعني اي ام اي ام ديسابوينت مريض سو مين هذا؟ اول ما هذا اسلوب لي فيك بونص نجد بارستو طلاب بارستو بلدون شنو خضيه بارستو بارستو ما جبت طلاب السفة ذكرت التوقت أسف يلا مزين إنه واحد متوقت إن هذا اليوم زين أستو من أفيا اللي هو الأس البارستو بارستو شو زين خلي جي على بارستو البارستو هو not classified as non-strolat في مدى البارستو بس يسوون بشيء جبوسيلان هو مو مجموعة نوستولا بس يسوون بشيء من وين يسوون بوسيلان يجيب بشيء وين سنتر بوسيلان تين سنتسيس يجيب بشيء سنتر not profound ليش not profound يعني profound هو deactivated تحلل profound إذا خلاه بتشي بشيء أولا هو يشتغل لي على سنتس بوسيلان تين سنترالي واحد نية not effect on a prostaglandin referral because it is deactivated referral. In other words, have less anti-inflammatory action. The referral may show, but we show antibiotic analgesic. They show the paroxysm or fever once. But it's been prostaglandin. Center, excellent. After more greater center, so the patient is at point. إذا من أبشر السنة تغلق اشتغل انتبارتك زيان ولا الله جسد هل سنقرأ لك؟ احنا من قلنا برفر بس الله أقبل الأفكس سنة ليه هذا اللحظة اختلاف برفرانسيس بالنسبة لمودة فكشي مال اسبر مال بارستا البعض شي يقول لا والله بالهاي دوز هم اشتغل فقط فقط لبارستا دي برفر بس هو ويك انت في المنتر حتاك يعني إذا أنت عندك في الدنتر بروسيجر وعندك فيميشن وإذا قطعني في الميش مو بس على البين باشتر ما يحبين يخلي البين أوكي بس ما يقلل في الميش لأنه هذا ويك أنت هاي موجود ناس تقول لك كنت البونستان مشي إيدك وكم واحد 20-30 دقيقة موجود أوكي ما يشتغل أنت في المتر لأنه ما يضبط بوسط ناني بريفرالي واضح بس هو يشتغل أز نوديسيك أن فيري إفيشنت أز أنت بارتك جدا ممتاز كافض الحرارة اوكي زين بما ان هو اوكي بدي اشتغل بروفالي اذا هو drug of choice for patient need this drug as antibiotic or analgesic but at the same time have ulcer يعني الناس عندهم ulcer عن هذا فيني مو صحيح؟ زين هاي واحدة مين وين يفيدني؟ it does not prolong leading time ما يقرب leading time يعني انا واحد اللي دخل سيرجي شيء طبعا ايش ulcer؟ اوكي ما اتوقع صح يقطع ويقطع كيف يعني اذا اعطيت نون ستيرويدول حياثر على البيتنج تايم ولا مو الاسبرين بس الباقي هم تاثر فبالتالي افضل منه احسن من الخيانه واضح؟ اذا سي بريفير فور بيشنت وذ ألسر ان بريفير فور او فور بيشنت دوز نوت نيد فور لونج تايم اند اوسو بريفير وين اي دوز نوت نيد inflammation or anti-inflammatory action. أنا بعض الأحيان ما أحتاج anti-inflammatory action. مش عندي من anti-inflammatory. هو ليش هو anti-inflammatory؟ أنا ما أقدر أتغلب أشتغل anti-inflammatory. فأنا إذا بعض الأحيان اللي ما أحتاج بيه anti-inflammatory أستخدم الباراسيتامول. يا حالات ما أريد أني inflammation. ما أريد أشتغل anti-inflammatory. وش حالات؟ أنا ما أريد anti-inflammatory. حالات الهدك. هذا لا لماذا شيء خطي
information to recover the symptoms. إذا أكو في symptoms ما حش كل هذه information يعني أكو ما infection فأنا حسوي recover فما لا أعرف من infection موجود. In also on break time, or a drug of choice for children that cannot to tolerate the action of aspirin because of eye symptoms. Okay, see, how the China eye symptoms? شو يركز فيها عبد الله؟ مجرد ما aspirin دخل البادي شو حيصير؟ هش قصة حياة؟ aspirin لهذا. الأستر. باراسيتول يعني اسبرين استرمينابين باراسيتول زين الباراسيتول مجرد ما يدخل حسب بي ميتابوليزم احنا كلنا لازم نسوي ميتابوليزم حتى يصير بي ايش يطلع صحيح باراسيتول زين الصابي تو باث واي او ثري باث واي ريكومنديشن سلفينيشن ريكومنديشن سلفينيشن هاي كونجكيشن بروسيس وين صلفة هيدروجروب؟ أنت أفينتي كلش عالي وين أكو صلفة هيدروجروب يرتبط بيه؟ هاي صلفة هيدروجروب وين موجودة؟ موجودة في هيباتيك سيل. إذا تحدي فيها السوالي سوى دمج هيباتوسايت. بس أنا عندي أصحاب أصحاب لنا في الشيء بروتكشن بالليفر اللي هو بيتاثر على النظام. بيتاثر على النظام أصلا صلفة هيدروجروب. بيزم البيومين ويا هذا المركب التوكسيك. يمين عن فوق بايد البيومين ويا هيباتوسايت. كلش ممتاز كلش حصان بس هذا اللي هو سيتو امينو شو يصير فيه؟ ما خفيف ولا يقوى ليكرويديشن انا حميد اذا يحكي عن الجمهاز صرف فانيشن شو يركز يا عبد الله الله يخليكم اذا صاحب تو باث واي ميتابوليست استايل بي بنزو كوينونيمز هذا شنو هذا؟ هذا عنده افينيتي عاليه يروح وين اكو صرف هايدرون جروب يرتبط وياها زين هسه عندي هذا اللي بقى وكو بيه هيباتوسايت شو صاير مو؟ مو؟ إذا خلايا النحل؟ مو؟ صحيح؟ هيباتوسايت؟ زين إجي شو يسوي؟ لو تقيامين ويا السلفا هيدرو جروب وين موجودة؟ موجودة هنا وين؟ هيباتوسايت زين أنا أصلا عندي إنزيمز شو اسمه جلوتاثيون جلوتاثيون ما بيصير ما هذا الجروب، فبالتالي هذا وين هو إحنا وين كيبو طبيعي عمل في هذا إنزيم يقول له تعال تعال بروك إيمي ما يبي لقب الليبر إيه في الليبر هنا أنا سوي ديتوكسيفيكيشن هاي بالوضع الطبيعي هسه بالجوعة طبيعية زين ارتفعت الجوعة صار جوع كلش عالي بالهاي دوز ارتفع منه ارتفع حالة تركيزه ارتفع حالة تركيزه هاي الإنزيم يسمي ديبليشن يستنفذ خلاص بعد ما يجي لك الليبر وين يروح إذن؟ في الطبيعة بالذات ويصرف هذا الموجب وين بهيباتوسايت سوي لي بيتايتس زين هاي حالة شو واحدة عيالي اكو انت بيدراك اللي هو الانتيدوت مال البارازيت اسنوميفيان توكسيدينو باي ان اسيتايل سيستين هذا هم يحتوي على سلفايدر جروب هذا من يجي وين يروح يرتبط هنا بدال من بدال الليفر سيلز فبالتالي يمنع توكسيستين مالته واضح؟ كلش ممتاز الوقت ماله لا هسه خلينا ننتقل على اذا خلي استرجع شوف هاي كاسه بدها تصير نايس ما استخدمها يا بيشن
بالاسم. اذا انا منو عندي السيف تشويس مالتي؟ حول انا منو؟ هو عباره ستوري او الاسلوب الاسم. اوكي؟ بالتالي يخلص من كل هاي الاتبيرس الفيشن. زين خلصنا من نوع ستيرويدال وتبعات اللي هو منو السيليكوكسايد ونوع ستيرويدال وخلنا اللي هو الباراستويد اللي اسلمناه. اوكي؟ بس احنا بعدنا ضمن الشابتر ما التفنا بالدرس. هسه اليوم حيدخل تدخل بالجاوت. واي حكينا عن الجاوت وواي كان عندنا دراج انتراكشن حالة الجاوت. عندنا يمكن صور الفكره مبسطه انه الجاوت ريليتد تو ذا الفيشن ات ذا ليفل اوف يوريك اسيد. مو صحيح؟ زين اليوم خلينا نفتهم شنو قضيه اليوريك اسيد؟ ارتفاع عندي شو حيسوي؟ شنو المعمعة هاي مال الجاوت اللي ما نفتهم راح نوريها، صحيح ولا لا؟ زين اليوريك اسيد هو عباره عن ويست برودكت ناتج عرضي المفروض جسم يتخلص منه. جانب مين؟ جانب الفورم ميتابوليزم اوف بيورين اند بارامينين. بيورين اند بارامينين شنو هدفه؟ سجلت اسمه سيشن فور نيوكليك اسيد سينثيسيس. معناتها لازم عندي اكو استراكشن بالدي ان اي او الار ان اي اللي يطلع لي بيورين اند بارامينين مو صح؟ بعد يسوي يتحول الى يوريك اسيد. مو فور سيب اكسكريشن. زين اذا انا شو وقت تكسر عندي الدي ان اي ولا ار ان اي بيا حاله اللي تكسر ديزاين عندي بيورين اند بارامينين. بيا حاله النقرس الى اسم ثاني شائع شو يسمونه؟ اكسلنت. شنو خط الدانجلو؟ ياكل لحم وايد اكسلنت. الميت اللي هو الانسالز بيها دي ان اي ولا ار ان اي بيزداد الكونسبشن مالته راح يزداد تكسير منه السالز الموجودين مش بيها دي ان اي ولا ار ان اي يطلع منه بيورين بارامدين. طيب ايش قد يصير؟ يصير عالي يحول يا اما نيويورك اسيد. نيويورك اسيد قد حيصير تركيزه يرتفع بخليه شنو يعني انا عندك سكريشن ما عندي ينطرح ولا ما ينطرح صح لو لا؟ زين بس انا عندي يوريك اسيد سولبولتي مالته بالبلاد ليمتد محدوده. هسه انا جبت كلاس وخليت بيه ملح داب داب وصار مرحبا عميدي وصار ساتشوريشن نفس الحاله يوريك اسيد بالنسبه للبلاد ساتشوريشن محدود المفروض نوت اكسيد 6 ملي جرام بير دي سي. زين اللي صح انه بدا كل لحم هوايه الملك. زين صار ارتفع البيورين بارامدين صار ارتفع منه اليوريك اسيد. زين ادري مو هذا ذاب بالبلاد اوكي هذا الكميه الزياده شو راح يصير فيها؟ راح يصير في بريسبتيشن يترسب على شكل كريستلز نيدل لايك على شكل قبر وين؟ ان ذا جوينت اند ان ذا كيدني. زين ترسب لي بالجوينت وبعدين شو راح يصير هنا؟ راح تجي في ميتال سيلز تعتبر فورم بديل هذا انجلفنج وما يصير في انجلفنج شو يصير فيها؟ يصير فيها لايسز تطلع السيتوكيز ويصير كيموتاكتيك وتجي بقيه الليفتر سيلز ويصير سوايك بالجوين ريزلتنج فروم ذا بريسبتيشن اوف يور اسيد. زين الكوز مالته احنا قلنا هاي كونسبشن اوف ميت but at the same time if there is decrease in the uric acid excretion زين انا عندي مشكله بالكدني وين اسوي فاز اليوريك اسيد؟ حتى لو بضغط طبيعي راح يرتفع مستوى ما يرتفع ومفروض ينطرع فاذا قل الاكسكريشن مالته يرتفع الكونستريشن مالته وين يترسب؟ الجوينت والكدني. اوكي؟ اهم واحد جوينت ترسب به هو بالتاي جوينت. تاي اسمه كبير طبعا يكون في بين كلش قوي يسموه تاي اون فاير محروق حركه عنده سبيسيفيكلي افتر وركينج فروم ستيم. اوكي؟ من يوصل مرحله يصير في بوزيشن يصير سوالينج وين؟ بالفنجر يسموها توفاي. بس لكم صور مالتها شو يصير سوالينج بالفنجر. اذا انا خوفتي من شنو هسه؟ انا اوكي على الجاينت هو عندي بيان بس انا شيء ثاني بعد خطر كلش اللي هو من هو؟ الكدني. اكسلنت. فاني اذا بيشنت عنده هذا التوفاي ظهر عندي صار عنده سوالينج بالجاينت وعنده مشكله بالكدني لا لازم اتلحق له بس انطي دراك فور كاوت اقلل البريسبتيشن مال يوريك اسيد وزيد اكسبريشن مالته او اقلل السنتسيس مالته حتى يمنع البريسبتيشن مالته بالكدني ويسوي دم بشكل مختصر جدا الباثوجينيس اوف اوف ذا جاوت. دكتور هاي لحم بيضاء ولا حمراء؟ شنو؟ لحم بيضاء ولا حمراء؟ حمراء بس حمراء حمراء اكثر حمراء هنا العين العين زين شوفوا هنا بشكل مختصر اكسسيف الكحول ترانسبشن اولسو بلاي اول
الكونسبشن اكسسيف الكونسبشن اوسو انكريز ذا ليفل اوف يورجس ديهايدريشن اوسو اند اوسو دايت ريتش ان بيورين. وقلنا عليه هذا الميت اوسو صار اسمه هذا سيلفيش. سيلفيش اللي هو المحار ما اعرف اسمه المأكولات البحريه هم زي المستوى بيورين سرطان زين. طبعا كني ديزيز اوسو بيكوز شو يسوي كني ديزيز قال اليورك اسيد اكسكريشن. زين انا شو اتعالج هنا دقيق لما يكون الصوره هذا 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 التو 5 ولا هذا التو 5 هذا البرزنتيشن هذا تورم هذا شلون هذا مين يطلع عندي لا 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 البرزنتيشن هذا هذا في ميشن بتجون يصير وهم كله خلي الجو زين هسه انا عندي بي ان مو صح خلي اجي اعالج بالبدايه هذه عندي اكيوت اتاك عند البي ان والسيفير شلون اعالج البدايه مو الكرونيك خلينا نجي عليك استخدم النويز ستيرويدر اللي اخذناها قبل شويه كورتيكو ستيرويد اولسو اللي مع الاسف ما اخذناها بس ان شاء الله حاولتكم بها في المحاضره هي خلال اوكي اند اولسو باي يوزنج اوف كولتشسين. كولتشسين هذا نقدر نقول ريميو سبسس يقلل المايجريشن اوف جانيوسايت تو سايت اوف انفكشن يقلل الهجره مالتها فبالتالي يقلل الفيلميشن زين. طبعا سمتايمز use of corticosteroid intra-articular يعني يحقن الكورتيزون داخل الجوينت داخل المفصل بس اشوف اسوي هنا اذا عندي 1 او 2 جوينت افكتد ما معقول انا عندي 10 او 12 جوينت وجهه وحده وحده اذا عندي واحد او اثنين ممكن يكون practical بس اذا تو ماتش استمتع بوقت اذا انا استخدم السيزون الاول شيء خلينا نقول بين كلر اللي هو نون ستيرويد استخدم الكورتيكوستيرويد اوكي اند كوتشسين. كوتشسين نقدر نقول هو انتي انفلمتري ميثولوجيسك يقلل اهم شيء يقلل الانفلميشن يقلل المايجريشن اوف ذا جانيوسايت زين. ممكن استخدم دراج ممكن اقول اللي هي بروفلاكسس او وقائيه. وقائيه شنو قصدنا يا اما قلل سنتسيس اوف يوريك اسيد او زيد اكسكريشن مالت نقطع اللحم هاي شوف طبعا هاي جدا مهمه هاي جدا مهمه نقطع اللحم هاي نقطه جدا مهمه بس اكو نقطة كلش مهمة اذا انا شفت استخدام بروفيلاكسيس اذا صار عندي اتاك تو اتاك بير يير اذا مرتين صار عندي اتاك بالسنة اوكي؟ هاي وحدة اثنين يعني مرتين جت الاتاك اللي هذا السيفير بين صار عندي مثل ما قلنا بالتوي لا لا صار عندي سيفير اتاك الاتاك هذا اذا اجى مرتين بالسنة اذا كنت استخدم بروفيلاكسيس بس احنا اذا جاتك مرة واحدة نستخدم بس بيسكلي نو استيرويد ولا كورتيكوستيرويد في حتى هاللحظة بعد ما دخلنا بيتي طيب مات الاصلي اللي هو نقلل سنسي اوف يوك اسيد او زيرو اكسكيشن مات زين. شو بدي استخدم انا دراج اللي هي فور جاوت اذا صار تو اتاك بيريو ما تجي تلاقي اتاك بالسن واحد اثنين يا ظهرت عنده هذا التوفاي او تكون قبل شويه هو عنده مشكله بالكدني ما اتوقع يوك حيث سبسبتيشن بيه الكدني بحس انه مشكله بذاك الوقت لازم استخدم شنو الميديكيشن فور ذا جاوت واضح زين هي شنو هي؟ الكورتيزون عرفناه حاله حال ويا جماعه النوستيرويد والكورتيزون يقلل الميجريشن اوف جانيوسايد ويقلل الانفلميشن بس الميديكيشن يستخدمها بس هذا التوفايد ذاك الشيء الاكيوت اذا احكي بمحاسبه الميديكيشن يستخدمها حتى البروفيلاكسيس اللي هي همينه نوستيرويد كورتيكوستيرويد بصوا كورتيزون بلس البيونول البيون يسوى هذا يقلل سنتسي اوف يوك اسيد يعني يضبط الانزيم الهيموفاي ستانثين اوكسيديز انزيم اللي يحول البيوري لليوريك اسيد فاذا قطيت هذا الانزيم راح يصير راح يقلل سنتسي اوف يوك اسيد هاي وحده مين يوز اوف بابان سايد بابان سايد مو سامعين بهذا صح صح هاي يسوي تابع سويلو بيأسد على الاكسكريشن هو يسوي ابزوربشن واحدة بدائما بدائما يورك اسد فبالتالي ازداد الطعم مال منه مال يورك اسد اذا خلنا نرجع اذا عندي اكيوت او كرونيك بالاكيوت شو استخدم اني؟ نون ستيرويدال كورتيكوستيرون كورتيزون اوكي؟ زين تحول لي صار كرونيك بالكرونيك اني لازم استخدم بروفلاكسيس وشو تسمى بروفلاكسيس اذا صار تو اتاك بيرير او صار عنده توفاي وهو عنده شيء بكل ديزيز ذات بوك لازم يستخدم بعد منه راك فور جاوت اللي هو البيورينول والبروفانيسايد
واضح يعني؟ يلا هنا في كويس ماكو يلا هنا ناضو بعدي هذا الجزء 40 اللي على ولا لا 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 ل